حبيت نهضر على المحكمة الحكم القاسي اللي حكموا على الدولة، ما كسروا ما خسروا، واقفين يعبروا على صاحبهم في الحكم واش يحكموا. هزوه، ها ها ترى هذا الحكم، إذا كان هذا الحكم حكم حكموا عليهم حكم قاسي ماهوش من هوش بالحكم هذا، إذا الحكم تاع تليفون ولا الحكم تاع حقرة ولا الحكم نتاع القاضي ما مضغوط عليه، أنا نظن القاضي اللي حكم لهم ما حكمش بالضمير تاعه، حكم لهم كفقر وهذا الضغط، وأن هذا الأولاد كسروا ولا خسروا. أنا يا واحد أنا ابني ما يحبش يكسر ما يحبش يخسر وما يروحش مع الناس اللي يكسروا ولا يخسروا ولا يطيحوا الحديد الزايد ما يروحش معه. هذه راني يعني موصي عليها ونقول له حاجة ديرها نظامية، دور دير حاجه نظاميه، دور توقف مع واحد توقف معاه يعود محقور على حقيقه، اما الزايد الهضر الزايده ما تهضرها. واليوم حقروهم حكموهم بست اشهر نافذه، ست اشهر سورسي. الاقل لو كان حكموا لهم سورسي الاقل تجي عليه، القاضي تجي عليه. لكن الحكم القاسي واليوم راهم مقرفين، راهم سمعت يديني اضراب على الماكله من نهار الحكم. يا ترى واش غادي يصير على المصير تاع هذا الاولاد؟ وراهم 10 من الناس موت واحد ولا زول. ولكن تدخل السلطات. ماني ماذا بينا من السلطات؟ ماذا بينا من السلطات الجزائريه؟ دخلوا في اقرب اجال، اقرب وقت، اقرب وقت قدامنا يكون ضرر في هذا الشيء.